السياق هذه الندوة جاء بمناسبة الذكرى الثالثة لوفاة الإمام المجدد الأستاذ عبد السلام ياسين رحمه الله. اخترنا أن تكون من ضمن الفعاليات ندوة فكرية سياسية تعالج موضوعا من المواضيع المطروحة على الساحة العربية والإسلامية والدولية في الوقت الراهن. فلذلك جاءت هذه الندوة لتحاول أن تشخص الواقع العربي بعد ما وقع طيلة هذه المدة في الأربع أو خمس سنوات الماضية، التشخيص ثم الوقوف عند المعوقات والعقبات التي حالت دون أن يصل هذا الربيع العربي إلى مداه ويحقق ما قامت الشعوب من أجل تحقيقه، ثم تحاول أن تطرح الآفاق المنتظرة وما يجب فعله لمحاولة استنهاض الأمة وخروجها مما تعيش فيه. لا شك أنه وقعت خلال هذه الأحداث والوقائع، وقعت أخطاء من هذا الطرف ومن ذاك، هذه الأخطاء استغلت من طرف ما يصطلح عليه من الدولة العميقة لكي تعود بقوة لكي تمسك بزمام الأمور مرة أخرى. ولكن نحن تقديرنا أن الانطلاقة وقعت وأن الربيع تحرك وأن الأحداث وقعت وأن الموجة الأولى وقعت، فنحن ننتظر موجات أخرى كما وقع في كل الثورات التي عرفها التاريخ، كلها تعرف ارتدادات. فنحن لا نرى في أن ما وقع هو انتكاسة، بل نراه مرحلة وموجة ضمن الموجات التي ستتبعها موجات، خصوصا وأن كل الأسباب التي قام الربيع العربي من أجلها ما تزال موجودة بل ربما تفاقمت. اقتصرنا على في الندوة على مشاركة مجموعة من المشاركين كلهم من المغرب العربي، من تونس والجزائر والمغرب وموريتانيا. نحن في الحقيقة وجهنا الدعوة إلى كثير من الجنسيات الأخرى في العالم العربي والإسلامي، لكن العائق ليس منا ومن قبل الحصار المضروب على جماعة العدل والإحسان، وأن هؤلاء لم يستطيعوا الحصول على التأشيرة، خصوصا حينما تعلم السلطة أن حضورهم من أجل مشاركة في هذه الندوة. هاد الأعضاء المشاركون من المغرب العربي لا تفرض عليهم تأشيرة، فإذا استطاعوا الحضور وإلا فنحن وجهنا الدعوة إلى كثير من الجنسيات الأخرى ومن الأطراف الأخرى، وأحببنا أن تكون المشاركة متنوعة وتكون كل الأفكار حاضرة وكل الطروحات موجودة حتى يكون النقاش غنياً.